برافو عليك يا ابني، ناكل بسرعة مشان نكبر بسرعة. صباح الخير. صباح النور. صحة وهنا. أنا ماشي. صباح النور. لا ابني، تعفطر بالأول قبل ما تروح. أنا تأخرت، يلا رح أمشي. تعال خذ هاي من إيدي لشوف، تاكلها وأنت بالطريق، لا تروح جوعان. شكرا أمي حبيبي. الله يحرسك يا ابني. مع السلامة. يلا بخاطركم. دروس منيحة. ليش مستعجل هالقد؟ في عنده فحص رياضيات، قال بده يدرس مع رفيقه قبل الفحص. صحة وهنا. ما عندي علم. أحيانا الآباء ما بيكون عندهم علم. كيف؟ هذا الطبيعي خالي، الأمهات بيعرفوا شغلات أكتر. مزبوط خالي، الأمهات بيختلفوا، نحن مالنا مثلهم، نحن آخر من يعلم. وبتتعلموا الأبوة بعد ما يجيكم أولاد، وحتى إنكم بتصيروا آباء وإنتم ما لكم خبر. أمي أنت ليش عم تحكي هيك؟ إذا قصدك عني فهالشي ماله داعي. سواش أنت معك حق بحكيك، بس أمي. لا لا يا بنتي، ما كنت عم بقصدك. عم بقصد شغلة بالي. كيف يعني؟ ما فهمت. شو يعني عم بقصد شغلة ببالي؟ كنت بقصد انه احيانا الاباء بيجيهم اولاد وهن مدريانين، بس ما كان قصدي عنك ابني. عم بحكي عن ابوك. ابوك. حسيب اغا عنده ابن تاني. كل الأحوال مضت 40 سنة ما عطيت الرسالة للشخص المبعوث إله. ارتكبت أخطاء كبيرة بحياتي، وهاد كان أكبر واحد بيناتهم. وانت خبيتي هالشي طول هالسنين ما هيك؟ جيبي كاسة مي. ما
انت منيح؟ ما بعرف، مخنوق، بدي شم شوية هواء. طيب ألو، شانور خانم؟ تفضلي سحر خانم، كنت قاعدة عم بستنى منك خبر. ما رح أخذ كتير من وقتك. ما حكيت مع حسيب يا شانور خانم، وبصراحة ما قدرت أحكي. إيه فهمت. طيب أنت عندك نية تحكي، يا ترى رح تحكي معه بغير وقت؟ ما رح أقله، ما بدي أجرحه لحسيب. ما حدا فينا بده هالشي ابنه، بس هو كمان لازم يعرف. احيانا بنحس بالندم بس منكون تاخرنا كتير يا سحر خانم. ما قلت لك انا مالي ندماني على اي شي صار معي بحياتي. شهنور خانم، انا وابني في عنا ماضي وصعب انه نغيره هلا. ارجوكي لا بقى تفتحي الدفاتر القديمه، وأنا مبسوطة إنه نسيت الماضي وهو ما بيعرف إنه من عيلة بالدار. لساتك معي؟ إيه لساتني معك. لا تطلبي مني أحكي له، رجاءً. عم تفهميني ما هيك؟ عم بفهمك. مع السلامة سحر خانم. لا تعصب على أمك حبيبي، رح أقلك على شغلة بس لا تزعل مني. هي ما غلطت باللي قالته، لأنه ما كان بدها تخسره لأبوك وكافحت مشانه ومشانكن أنتو. مشان هالشي خبت الرسالة؟ إيه، مشان هيك خبتها للرسالة. الشي اللي عملته مو مزبوط. إيه مو مزبوط. أنا ما عم أقول برافو عليها واللي عملته صح، بس مع هيك أنا بقدر أفهمها. ومو بس هيك حبيبي، ليك كل القصة وما فيها انه امك حبت تحمي عيلتها، نازان، اولادها اللي جايين على الطريق، مو انا كمان عملت نفس الشيء؟
مو خبيت عنك موضوع عمر؟ هاي هي الأمومة سواش، الأمة بقى بتفكر إلها بولادها وبمصلحتهم وبس. حاول تستوعب عقل الأمهات وكون عادل مع أمها. كتير متضايق منها. والله بعرف. والله مو معقول، مو معقول. خالتي والله محتارة شو بدي أقول. هلأ حسيب آغا عنده ابن تاني؟ حسب ما فهمت من أمي فهو أكبر من سواش. من عمر كمال يمكن. إيه هيك؟ شو رح يصير هلأ؟ شو بده يصير يعني؟ طيب فكري معي يا بنتي، هلأ طلع عندك أخ تاني، مين هو؟ شو بيشتغل؟ بيعرف مين هنن عيلته ولا لا؟ لك شو هاد؟ إذا بتلتقوا مع بعض كلكن وبتعدوا سوا يا ترى شو بده يصير؟ أنا ما بدي، حياتي انقلبت فوقاني تحتاني، وهلأ أنا ما بدي أي حدا جديد يفوت عليها، ولا حتى هذا أخونا الثاني. أنا خلص ما بقى بدي حدا يفوت على حياتي. أنا رايح. رايح على الشركة؟ لا، ما قلت لك إني لازم أروح الأمن؟ طيب بس انتبه على حالك. لا تخافي. بلين، أنت رجعتي من إجازتك؟ آه يعني رجعتي مبارح ما هيك؟ يلا مرقي لعندي. لك ما عم صدق، بلداري جديد؟ عن جد مو معقول. كل اللي طلعتوا إجازة أسبوع واحد وشوفي شو صار. ما لازم أترككن لحالكن أبداً. لكن مو ناقصتك أنا. خلاص لا تعصبي، كنت عم بمزح. بس معك حق بهالحكي، ما عم يمرق علينا ولا حتى يوم واحد هادي، وأكتر شي زعلانة على سواش يا عمري. في براسه مليون مشكلة، بده يوقف الدم والتار، وبده يخلص من يافوز، وبده يحمي عيلته بنفس الوقت. ولما المشاكل بلشت تنحل عرف انه في عنده اخ تاني عايش. مو معقول بيكون اتضايق كتير، ما هيك؟ ضايق وزعل وانقهر وانجرح. مو سهلة صورة ابوه الحلوة اللي بعيونه انهدمت، وشوفي بعد كم سنة. وفوق هالشي طلع في عنده اخ حتى ما بيعرفوا اذا شافوا بالطريق. الاثنين ما بيعرفوا شي عن بعضهم ابدا. وصواشي قلبي ما في حاسبه لأبو اللي ميت على هذا الشيء، ولا أمه المريضة اللي عم بتموت. رح تصير كل يوم تاخذني من المدرسة بابا؟ عندك اعتراض؟ يعني كنت اتمشى واتسلى مع رفقاتي على الطريق. أعمل لك جاتو؟ جوعان الشيء؟ رح تجي الاخت تششك اليوم؟ ما بعرف، يمكن تجي. بدك اياها؟ وانت؟ انتو كتير متفاهمين ما هيك؟ ايه، وانتو كمان. اعصر لك بردان ولا بردان وجزر؟ اوف، بردان وجزر. مثل ما قلت، نحنا كان لازم نبعد شوي عن بعضنا، هيك أحسن. منيح إنه سويتي هيك. بلين، في شغلة لازم أحكي لك إياها. أنت من الأول كان في معك حق. قصدك بدك تحكي لي عن تشيشك، مزبوط؟ ها كان حكى مع سواش وقال له، وها كان خبره إنه بيحبها لتشيشك. مثل ما توقعت. كنت عرفانة هالشي وتوقعت رح يصير هيك. لا تزعلي حبيبتي. بدي اقول لك شغلة، انا عن جد بكره الرجال كتير، طبعا ما عدا سواش. لا تخافي. خلاص ما بدي خبص،
صراحه عكر مزاجي كثير وتاثير الاجازه تلاشى. يلا انا صار لازم امشي. ملين قولي لي شو؟ انا محتاجه لمساعدتك وانا بالخدمه. قولي لي شو بدك؟ الموضوع بخص جايتا. هل رحت لعند الأمن؟ ايه رحت مشان يفوز. مو حكيت لك عن شخص اسمه جمال؟ ايه مشان هيك رحت. هو الوحيد اللي ممكن يوصلون ليفوز. ايه والله معك حق، بيعرف كل شي عنه. ليمتى بده يضل متخبي؟ لازم يمسكوه، لازم الشرطة تمسكه قبل ما امسكه انا. اوعك صلاش. انت كنت بتعرف خالي؟ الحكي اللي قالته اختي؟ لا، اليوم اللي عرفت وكتير تفاجأت. اختي انا وبعد كل هالسنين؟ مو بس هي، وابي. يعني هو ما غلط مثلا؟ لا تصب لي صلاح الدين، رح اطلع لبرا شوي. تفضل يا اغا. شكرا. صلاح الدين تعال اقعد هون. صلاح بدي يطلب منك طلب. تفضل يا اغا. بدي تجيب لي معلومات. تقدر تخدمني هالخدمه شي؟ امرك يا اغا. بخصوص شو؟ صواش تعال يا امي. خليكي مرتاحه امي. لا لا اصلا ما بدي ضل متسطحه هيك. تعال. في حكي لازم قلك يا صواش، بس لا تقاطعني ابدا. فهمت علي يا ابني؟ اذا كنت عم بتخبي زعلك مني وتعصيبك علي لاني مريضه وتعبانه، فهالشي هو اللي عم يجرحني. انت معصب، معك حق تزعل مني. لو ما صابك هالمرض كنت رح تقولي لنا الحقيقة. ما بعرف ابني، ما عندي الفرصة لهيك تجربة. بعد ما صابني هذا المرض وحسيت اني رح اموت، بتعرف شو صار؟ صرت مختلفة عن الكل. يمكن كل الناس عايشين هلأ والموت ما عم يخطر على بالهم بنوب، بس أنا ما عم فكر إلا بالموت. صرت عم راجع حساباتي يا ابني. ليش خبيتي كل هالسنين؟ فضلت إني أعمل هالشي مشان ما أخسر أبوك، مشان أحمي عائلتي قبل كل هالسنين اللي مضيت. والإنسان ماله معصوم عن الغلط يا ابني. كنت مجبورة، ما كنت بقدر أعيش بدون أبوك لأني كنت بحبه لأبوك وكافحت مشانه. هذا السبب، وبصراحة ما حدا دفع ثمن هالشي أبدا، لا أنا ولا أبوك ولا هديك المرأة. بس الولد هو الوحيد اللي دفع الثمن. حسيب اسمه. حسيب. حسيب طلع ما له حظ مثلكن يا صواش. تربى بدون اب بسببي انا. انا
بدي اشوفه لحسي بني. بس امه ما بدها اياه يعرف اي شيء بنو، طلبت نسكر الدفاتر القديمه. لا، هالدفاتر انفتحت وما بقى تتسكر. نعم، مين حضرتكم؟ نحن من الأمن، شرف معنا. خير يا حضرة الضابط. هنيك بتعرف. فوت أخي تفضل. تشرب شاي؟ اي شاي. نجاتي، حسيب مو هون؟ لا أخي، بعد شوي بيجي، راح يجيب بنته. ها ياسمين، تعالي بنتي، تعالي عادي جنبي هون، الله يرضى عليك. أنا لازم أتشكرك كتير كتير يا بنتي. ليش؟ لأنك حكيتي مع سواش. أنا حطيت حالي بمكانك وفهمتك، قلت له أني بتفهم اللي عملتي لأني أنا أم مثلك. كنت لساتني صبية بعمرك، كانت نازان طفلة صغيرة قد الكمشة، وكنت حامل بكمال. الله بيعرف قديش كان حسيب آغا مخلص لأولاده رحمة الله عليه. كان يهتم فيني لأني حامل. اوعك تتعبي، دخيلك لا تزعلي. ما كان يخليني اشتغل، كل الأغوات كانوا يجيبوا ضرة فوق ضرة. حسيب آغا ما كان هيك، كلهم كانوا هيك. وإجت فترة صرت اسمع حكي من هون ومن هون، وبلش الفار يلعب بعبي، وعرفت أنه في ممرضة توظفت بالمستشفى وعمرها من عمري. انقلبت الدنيا فوق راسي، ولدي بإيدي ولد ببطني، شو بدي أعمل؟ عن جد أنه هذا الشيء بخوف، وطبعاً ما فيك تتركي. أصلاً عنا بالبلد ما في هالمرض إلا عجوزة وتتركه. الإنسان ممكن يعمل أي شيء مشان يحمي عيلته ويحمي اللي بيحبهم. المرأة هي اللي بتعمر البيت وهي اللي بتهدمه كمان. طيب قلتي له لحسيب آغا؟ أكيد لا، معقول زعلوا؟ رحت ولقيت الممرضة اسمها سحر. كان بطني واصل لحلقي ونعزان بإيدي. قلت لها أنه مكاننا هون جنبه ومعه، وما عنا أي محل تاني نروح عليه. هلأ اليوم أنت هون، وبكرة ما حدا بيعرف شو بصير. ترجيتها، قلت لها بعدي عن طريقنا. طلعت بنظان وطلعت فيني وما قالت شي. وبعدين ما بقى شفتيها مرة تانية بنو؟ تقريبا حوالي 40 سنة. أوف. وبعد 40 سنة شفت من كم يوم.
وبعدين وصلني خبر أنها راحت، وبهديك الفترة وصلتني رسالة كتبتها لحسيب هالشي مو من عادي، ومع هيك فتحتها وقريتها وما جبت سيري لحسيب عن الرسالة. حسيب أغا شو عمل وقتها؟ طيب ما قال لي أي شي، بس عم بتذكر أنه ما حكى مع حدا لفترة طويلة كتير، وبعدها رجع عقله لراسه نسيها ولا مل ما بعرف، ما سألته ما حكينا بالقصة. قديش الحساب؟ 25 أخي. خلي الباقي مشان. شكرا لك. فوتي قاعدة هنيك، رح أعمل لك جاتو. بحري، هيئته حظك حلو اليوم ها؟ ومن وين هالحلاوة؟ هي رابع برتية وما ربحت ولا مرة، رح انجلت يا رجل. فداء خير؟ اتصلوا من مدرسة خلدون. شوفي ليكون صاير له شي. لا لا مو صاير شي، المديرة طلبت انه نروح المدرسة، رح تشرح لنا بس نروح. انا هلأ رايحة، انت فيك تجي؟ معقول ما اجي؟ امرأة اخديك؟ لا بلا ما نضيع وقت، لانه قالت تعوا فورا. ماشي مع السلامة. خلدون اهلا وسهلا يا ابني. اهلين فيك يا عمتي. رايح على غرفتك؟ ايه عندي دراسة. تعال لهون خلينا نحكي شوي، خلينا نحكي شوي. بعدين عمتي عندي فحص بكرة ولازم ادرس. عفوا اختي ياسمين. شبك؟ ليش هيك عم تمشي وانت وشك على الحيط؟ ما في شي. شو صاير معك خلدون؟ ما في شي، ما بدي امي تعرف شو صاير. طيب حبيبي خلص لا تخاف، امك مانا بالبيت، تعال حتى اشوف لك الجرح. شو نقعد هون؟ اللي وصلنا له الولد عم يسلم ورقة الامتحان فاضي وفوقه عم يعمل خنايق. ما كنت عم صدق الحكي اللي عم ينقال عن ابني. خلص انا بحكي مع خلدون. كيف يا بولات؟ شو رح تقله؟ مانك شايفه قديش هو مقهور منك؟ مو انت السبب اللي خلاه يصير هيك؟ قلت بحكي معه. فهمت هالشي، وأنا سألتك من قبل شو رح تحكي معه، كيف رح تخليه يسمعك؟
لا تنسي أنا أبويا فداء، في شي مهم خلدون نسيانه وأنا رح أذكره فيه. ايه، ما بدك تحكي لي شو سبب الخناقة؟ ما في سبب، شغلة فاضية وبلا طعمة، أنا الغلطان. أنا كتير متوتر هالكم يوم من الكل، من أي شي بشوفه. وانت عم تدور على أي حدا حتى تتفشش فيه. اسمعني، اللي صار معكم بآخر فترة مانو سهل يا خلدون. يا ريتني كنت حذرة مع اللي عم تشتغل معي، بس صدقني ما كنت متوقع أنه يطلع منا هيك. الحق مو عليك أبداً أختي ياسمين، كله بسبب أبي وما رح سامحه أبداً. كل الناس بتغلط يا خلدون. طيب يمكن أنت هلأ ما عم تقدر تشوف هذا الشيء، بس رح يجي يوم وتعرف قديش أبوك تعيس، صدقني. بس تأخر الوقت، الإنسان بينجرح من أقرب الناس لإله، لأنه بده إياهن دائماً يكونوا بلا عيوب، وبيفكر إنه هن فعلاً هيك. وبعدين لما بيكتشف إنه مثل كل الناس بتصيبه خيبة أمل وبعصب، هاي هي كل القصة. يعني مثلي؟ بابا كان بنظري أكتر إنسان كامل، بس هلأ خلدون أنت هلأ معصب، بس بكرة بتروق ورح يضل أبوك لو شو ما صار. عم توجعك؟ عم توجعني شوي. حلو، برافو يا صلاح، برافو عليك، خليك وراها. اعتقلوا المعلم جمال. مين اعتقلوا؟ شو عم تحكي؟ الشرطة كلبشوا أخدوا. لك شو هالحظ؟ شو رح نعمل هلأ؟ في شي خطة عندكم؟ لا، بس ما لازم نضل هون، لازم نهرب بأسرع وقت ممكن. وهي طلب مني المعلم جمال أعطيك إياه. كيفك ابني؟ منيح. عينك عم توجعك؟ شوي. لا بقى تعمل هيك شغلات، ماشي؟ بابا أنا ما عملت شي بنوب. بلا عملت. أنت أذيت حالك. بهالطريقة ما فيك تصلح شي بالمرة. أنت معصب مني، معك حق. بس هذا اللي عملته خلى الكل يزعله، وامك اكثر شيء. بدك انت تحميها لامك، حلو، بس مو هي هي الطريقه الصح. كل الناس بصير معهم مشاكل، والمشاكل بالاخر رح تنحل. بركي صار لك شيء لا سمح الله. نحن شو كنا رح نعمل ساعتها؟ وأنا كمان صار عندي فضول أعرفه لحسيب بيك. حسيب بيك أخي، كيف شفته؟ هادي ومبين مبسوط، يمكن لأنه مو عايش حياتنا. أكيد في عنده هموم هو كمان، بس يمكن همومه مو مثل همومنا أبدا. بس لمبارح كان في عنا هم واحد، نحن الاثنين عايشين بدون ما نعرف بعضنا. طبعا لساتنا هيك. شو رح تعمل؟ ما بعرف،
يمكن أمه معها حق، رح يتدمر إذا عرف، ويمكن لا ما بعرف. بس هو إله حق إنه يعرف الحقيقة. أي مزبوط، مو بس أمي، أمه كمان ظلمته كتير، خبت عنه موضوع أمه. ما بعرف كتير مشوش. اسمع قلبك شو بيقول لك، أنا متأكدة إنه صوت قلبك ما بيغلط. عنده بنت، بنت عمه لعمر. مشط لي شعري حبيبي، مشط لي، يلا. يلا يلا كمان. ايوه ها، يلا يا ابني. برافو عليك يا بطل، بابوك بده يمشط لك شعراتك كمان. اهلا وسهلا، جيب لك شاي؟ ايه شاي. تفضل اخي. يسلم ولدك. لا تفهمني غلط، انت كنت هون امبارح معك؟ ايه مزبوط. اللي بيجوا لهون وبيقعدوا هون كلهم معروفين، بس انا ماني شايف هالوش من قبل. فهمت، بس انا عندي شغل قريب من هون. هذا المكان موجود من زمان؟ تقريبا صار له 10-12 سنة. فترة طويلة، بس الظاهر انك قديم بهالمصلحة. كنت عم تشتغل هون اول ما بلشت؟ اسمح لي اقعد؟ طبعا. ايه اسم حضرتك؟ سواش. اهلين اخي سواش، انا حسين. في طريق نازل لتحت قبل ما تفوت من هذا الشارع، شارع فرع ضيق، عرفته؟ كان في قهوة هنيك بسنة الـ94، كنت عم بشتغل هنيك عند المعلم ديمتري، وكنت عم بدرس بنفس الوقت. المعلم ديمتري كان مثل الفلاسفة. سواش بحبها كتير، لما كان صغير كان يمسكني من فستاني ويقول لي امي مشان الله اعملي لي اياها. كنت منبهة كل اللي بعرفهم، يلي بلاقيها بجيبها وبيجي، وهالمرة كيراج جابتها. ما كنت متوقعة ابدا انه سواش بحب هذا النوع من الاكلات. يا ريته ياكلها بنفس مفتوحة. امي رح احكي لك شغلة بتخص سواش، بس رح تبقى سر بيناتنا، يعني اذا هو بده يخبرك يصطفي. لا تخبطي لي قلبي بنتي، احكي شو القصة يا ياسمين. سواش مبارح راح لحتى يشوف اخو، يعني قابله. عن جد عم تحكي؟ بس ما عرفه عن حاله، راح لعنده لانه صار عنده فضول يشوفه. طيب شو قال؟ شو ردة فعله؟ حكوا مع بعضهم يا ترى؟ قال لي انه شافه شخص هادي، بس ما بيعرف شو رح يعمل لانه عقله كتير مشتت. اكيد عقله بلش يتشتت، بس ليكو راح. ها؟ وهالشي منيح، خطوة منيحة. وانا هيك عم قول. طيب لقطوا اللي قتل ديمتري؟ ما لقطوا، وطبعا سكروا الملف وكتبوا لنا فوقه الفاعل مجهول، وبعدين فتحت هالقهوة ومن هداك اليوم وأنا هون. قصة حزينة. بتحبه لصدري إلي شيء؟ بتعرف شو قال بفيلمه؟ لو الحزن شيء منيح ما كان حدا ترك لنا إياه. كلام فاضي، هاي هي الدنيا. أنا نسيت حالي قاعد، يلا من بعد إذنك. ابني جيب لي كاسة شاي. تمر عليك. نجاتي مساك هدول قلبي. آخ يا أمي،
ما قلت لك لا تروحي على السوق لحالك؟ ما قلت لك رايحي لي حالك واتصلي فيني اذا لزمك اي شيء وانا اجيب لك اياه براسي؟ روحتي على السوق حجه يا ابني، انا بنبسط لما بتفتل بالسوق. بعدين انتو نجاتي قلبكن طيب وبتنغشوا، بيعبوا لكم الاكياس من الخضره الدبلانه. الله يسامح يا ابني. مزبوط يا ابني. شو رح تمشي يا اخي سواش؟ يلا بخاطرك. مع السلامة. كل ما صار لك مروق. اهلين. جيب لي كاسة شاي. امرك امي، احلى كاسة شاي. شو عم تدور سواش اغا؟ شو رايك تنسى اللي عم تدور عليه هلا؟ ما راح يلزمك بالمكان اللي رايح.